طبعا اليوم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وجه رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة. هذه الصيغة ديال الرسالة مفتوحة طبعا تندرج بشكل طبيعي في الممارسة الديمقراطية في إطراء النقاش العمومي. المناسبة هي تقديم السيد رئيس الحكومة مؤخرا لعرض حول الحصيلة المرحلية للحكومة. تفاعل من حزب التقدم والاشتراكية مع هذه الحصيلة، طبعا نقول في الحزب بأن هناك إيجابيات ولكن الحكومة عندها أغلبية اللي غادي تذكر هذه الإيجابيات، وحتى احنا ذكرناها عن طريق الفريق البرلماني ديالنا في المناقشة البرلمانية. اليوم كانت مناسبة للتركيز على السلبيات، على النقائص، على الاختلالات. أول اختلال كبير في عمل الحكومة وفي حصيلتها هو المسألة ديال التشغيل. طبعا استمعتم إلى الرسالة المفتوحة التي نذكر فيها بأن بلادنا واقتصادنا الوطني فقد 435 ألف منصب شغل في سنتين من عمر هذه الحكومة. كذلك على المستوى الاقتصادي أفلست 27 ألف مقاولة في هذه السنتين. وعدت الحكومة بأن نحقق نسبة نمو ديال 4% في الوقت، لأنه لم تحقق الحكومة سوى ما بين 1 و3%. هادو جوج ديال الأمور التي كان من المفترض أن تنجح فيهما الحكومة. كذلك من بين العناوين الكبرى للإخفاقات هو الإخفاق في التغطية الفعلية، التغطية الصحية الفعلية والتغطية الاجتماعية الفعلية. لا يكفي نقول في حزب التقدم والشراكية، لا يكفي أن نسجل المواطنات والمواطنين يعني في أنظمة معلوماتية ونقول بأنه يعني عممنا التغطية الصحية. والدليل على ذلك هناك أدلة عديدة، من بين الأدلة هو أنه يلاه 13% ديال المهنيين المستقلين اللي تسجلوا في التغطية الصحية الإجبارية، والحكومة لم تستطع أن تحصل سوى 27% من القيمة ديال هاد الاشتراكات، ما يعني أن هناك خطر حقيقي على الاستدامة المالية ديال هذا النظام ديال التغطية الصحية. ومن بين الإخفاقات الكبرى لهذه الحكومة هو المسألة الديمقراطية. طبعا هذه الحكومة التزمت باستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، بالرفع من مكانة الأحزاب السياسية، الوسائط المدنية بصفة عامة. نقول في حزب التقدم والشراكية وبالدليل أنه هذه الحكومة لم تقترب من هذه المواضيع التي لها علاقة بالحريات الفردية الجماعية، اللي عندها علاقة بحقوق الإنسان، بتوسيع الفضاء ديال حرية التعبير وديال الصحافة، لم تقترب من هذه المواضيع رغم أنها تدعي بأنها حكومة سياسية. طبعا هناك عددنا 10 إخفاقات كبرى، طبعا أنا قلت البعض ديالهم، المجال لا يتسع لذكر كافة الإخفاقات، ولكن من بين الإصلاحات الغائبة عن عمل الحكومة واللي عندها أثر كبير على الاقتصاد الوطني وعلى المسألة الاجتماعية، مثلا الحكومة لم تستطع ولم تقترب من إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لم تستطع أن تقترب من الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة لكي نجعل من المستهدفين الحقيقيين من صندوق المقاصة هم الفئات فعلا المستضعفة التي تستحق الاستهداف الاجتماعي. طبعا هناك إصلاحات كثيرة ولكن سأختصرها في جملة واحدة. الحكومة عندما قدمت برنامجها الحكومي قالت بأنه من بين المرجعيات الأساسية لهذا البرنامج الحكومي هو النموذج التنموي. الآن الحكومة لا تتحدث بتاتا عن النموذج التنموي، ليس على مستوى الخطاب والشكل، بل على مستوى المضامين ديال الإصلاحات والتوصيات التي جاء بها هذا النموذج التنموي، واللي أجمعت عليها القوى السياسية والمدنية في البلاد.